بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو ده هنقفل خلاص شابتر البروسيجر. هو شابتر بسيط والله جدا، يعني ما فيش فيه يعني كلام كتير. هنتكلم فيه على الان اوت، وبعدها هنخليه اخر حاجه، نخليه اخر مثال. تعالى نتكلم على فكره الاكسبشن هاندلنج. يعني ايه اكسبشن هاندلنج؟ يعني معالجه الاخطاء، احنا اتكلمنا فيها قبل كده. فهو هنا بيوضح لي حاجه بسيطه، بيقول لي انت مثلا عندي 2 بروسيجر، واحد بروسيجر بيكول بروسيجر تاني. فانا عندي لو انا عامل عمليه هاندلنج في البروسيجر الرئيسي، يعني الماستر بروسيجر بالنسبه لي، يعني ده كده البروسيجر الاساسي اسمه ادبت، وهنا في بروسيجر تاني اسمه كرييت ديبارتمنت. كرييت ديبارتمنت ده كل فكرته ان هو بيكول بروسيجر اسمه اد ديبارتمنت ويديله فاليوز. طب ما هو الفاليز اللي هو بيديها له دي او الارجمنت اللي هو بيديها له دي ممكن تكون فيها مشاكل. يعني ممكن مثلا يكون اداله اي دي، والاي دي ده دوبليكيتد، او ادى ايا كان الحاجه. يعني مثلا هو يكون الديبارتمنت نيم على سبيل المثال يكون معمول عليه فاليديشن وانت قررت اسم الديبارتمنت. فلو اوريدي هنا عامل عمليه اكسبشن هاندلنج في البروسيجر اللي هو الاساسي اللي اسمه الديبارتمنت، والبروسيجر ده عمل عملية دخل انتري ولقى ليها هاندلنج فاليو، يبقى تمام. هيعمل عملية هاندلنج للفاليو، ومثلا على سبيل المثال يطلع جملة الطباعة دي ايرور ديبارتمنت كذا، واسم الديبارتمنت وخلاص، والموضوع انتهى. طيب لو ما كانش فيه هاندلنج اكسبشن، يبقى اوريدي كل البروسيجر ده الفاليوز اللي فيها هتدي فيلير في الاخر، تمام. فانا عادي البروسيجر الاساسي هي انسرت انتو ديبارتمنت، والفاليو النكست فاليو اللي جايه من السيكونس، وهنا البي نيم، يبقى انا هنا همرر له بي نيم و بي ام جي ار، تمام اوكي، وبي ام جي ار وبي لوك، يبقى هديله الاسم القسم والمانجر رقم المانجر، وفي نفس الوقت اللوكيشن. طب لو هنا في غلط ان مفيش اصلا موظف رقم 99 او مفيش مدير رقم 99، فده هتدي ايرور. فنتيجة ان هي هتدي ايرور اوريدي الاستيتمنت مش هتتنفذ. فانا هنا قايل له اكسبشن وين اذر دي بي ام اس او بوندو لاين، وايرور في الادنج واسم البارامتر اللي هو في السطر، يعني اللي فيه رقم اسم الموظف او السطر اللي حصل فيه مشكله هيطبع منه النيم بتاعه. ودي الفكره، ده هنا الكولينج بروسيجر وده الكولد بروسيجر. يعني ده بروسيجر بيكول بروسيجر تاني. لو في اكسبشن هاندلنج هنا، لو لا ان في حصل ايرور، هيبص الاول عنده هل في هاندلنج الاكسبشن فيه، لا يقوم رايح باصص على الكولينج بروسيجر هل في هاندلنج اكسبشن ليه. لو لقى هاندلنج اكسبشن ليه خلاص هيهندل ومش هيطلع ايرور. لو ما لقاش هاندلنج اكسبشن طبعا هيطلع ايرور ومش هيكمل البرنامج. ودي الفكرة اللي موجودة عندي من جزئية الهاندلنج اكسبشن. هو عامل مثال، نفس المثال ده عامله في الماتيريال القديمة بس ممكن تكون بشكل أوضح. خلينا كده أوريها لكم ونختم بقى بفكرة الين او بروسيجر. ان شاء الله دي الماتيريال اللي هي القديمة، اعمل فيها فكرة الهاندلنج اكسبشن اهو. بيقول لي والله ده الكولينج بروسيجر وده الكولد بروسيجر. لو لقى ان في خطأ ما موجود عنده هيبتدي يدور على هنا في الكولد بروسيجر متهندل ولا لا. لو ما لقاش يبتدي يروح للكولينج بروسيجر، لقى ان في هاندلنج تمام هيعدي، ما لقاش ان في هاندلنج مش هيعدي. تعالى كده نبص على المثال اهو. وين اذر طبعا في الاخير لازم يعمل عملية اكسكيوت لي عشان يطلع values او لا. يعني اعتقد ان المثال واضح من غير حتى ما نقعد نعمل جملة execute لي، ويعني والايه والحوار ده كله. يعني الفكرة كلها باينة، بيراجع بس معايا فكرة ال exception handling وبيربطها مع موضوع ال procedure.
طبعا هنا بيقول لك لو مفيش هاندلنج اكسبشن كل ده مفيش ولا جملة هتتنفذ، كله هيدي ايرور. طيب الان اوت بقى هي نفس المثال اللي موجود في الماتيريال القديمة هو اللي موجود في الماتيريال الجديدة. تعال نشوف ايه فكرة المثال. فكرة المثال بشكل بسيط ان انا هعمل هنا بروسيجر اسمه فورمات فون. فورمات فون ده اني هدي للبروسيجر ده ارجمنت، الارجمنت دي رقم تليفون عادي بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وعلى نفس الارجمنت اللي اسمه بي فون نمبر تمام هستقبل عليه الاوت، فهو ان اوت. طب الاوت بقى بتاعه يعني البروسيس بتاعت البروسيجر هتحصل ايه؟ هتاخد رقم التليفون ده هتبتدي تعمل عمليه تقطيع ليه بالسب سترينج اللي احنا خدناها في السيكوال، فهتستقطع من اول حرف رقم واحد لحرف رقم اتنين تمام، وتعمل لها كونكات مع فتحة القوس وقفلة القوس اللي هو يديني الشكل ده أكنه زي كود أو الأريا كود اللي هو 800 ويقفل القوس، وبعد كده يسب سترينج من حرف رقم 4 يمشي 3 حروف تمام، ويكونكات مع علامة الداش، فعلا ياخد 3 أرقام أو 3 حروف ويكونكات مع الداش، وبعد كده يكمل بقية الإيه الأرقام اللي هي بقية الرقم اللي موجود. يعني هديله رقم تليفون هيعمل لي عملية فورماتي. ده فكرة البروسيجر بشكل بسيط تمام. بس هنا الفكرة عندي ان انا عندي التايب بتاعي ايه ان اوت. تعالى ناخد المثال، المثال اوريدي موجود بشكل منظم قوي هنا، ده البروسيجر اهو. لو عملت execute لي compiled وهو procedure فيه argument واحد بس in out، وده ال execution section بتاعه أو البادي بتاعه. بعد كده هبتدي أقول له والله هعرف bind variable لأن أنا already ده فيه in out يعني هيطلع منه out، فعرفت هنا bind variable أو host variable بالشكل ده. اهو عرفت بايند فاريبل وقلت له والله بيجن انا هدي البايند فاريبل ده فاليو اللي هي 8000 مش عارف ايه، ودي اوريدي طبعا ده كده الان بتاعي. تعالى كده نران طبعا اسم البروسيجر اهو فورمات فون، وبعد كده هقول له والله برنت اطبع لي ده، هو بيوريك ان هو من غير تنفيذ البروسيجر، يعني لحد دلوقتي هو منفذ البروسيجر، هو ادى بس ارجمنت اللي هو رقم التليفون حطها في بايند فاريبل. بصوا كده سوري، يبقى كده الجي فون ده حط فيه الارجمنت دي، فبيقول لي اطبع لي كده الجي فون، وبعد كده اعمل عملية اكسكيوت للفون من للفورمات فون الايه الحاجة اللي موجودة في الجي فون اللي هو الرقم العادي، وبعد كده برنت بعد ما يحصل طبعا البروسيدور على الحاجة اللي موجودة في الجي فون تمام، فورمات فون يشتغل على الفاليو اللي هي الرقم اللي موجود في الجي فون اطبعه. بصوا كده انا لما جيت اعمل رن أول مرة ده الرقم اللي في الجي فون حاليا قبل شغل البروسيجر، بعد كده البروسيجر هيشتغل الفورمات فون هيشتغل على الأرقام دي يحصل لها فورمات بالشكل اللي احنا شايفينه. ده كده فكرة البروسيجر اللي هو من نوع إن أوت بشكل بسيط. وكده الحمد لله الشابتر الخاص بالبروسيجر شابتر 11 انتهى بالكامل الحمد لله. السلام عليكم أختك.